أتحول مشاهدينا بالمتابعة إلى الأستاذ جميل العفيفي، الكاتب الصحفي ومدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ جميل، يعني الرئيس تحدث في كلماته خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية عن أن بناء الوعي هو تحدي كبير، ويجب أن يعمل أبنائنا على تفهم التحديات بناء على هذا الوعي. في رأيك، على وقع يعني ما رأيناه من مهارات قتالية فائقة وانتماء للوطن واضح من الطلاب وأسرهم، إلى أي مدى الرهان على هذا الوعي هو رهان في محله؟ هو طبعا في البداية أحب أهني الطلبة الكليات العسكرية اللي اتخرجوا النهاردة وانضموا إلى القوات المسلحة، وأهني القوات المسلحة بجيل جديد محترم متدرب على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة للقوات المسلحة، وأيضا أهالي الطلبة في الكليات العسكرية بتخرج أبنائهم. طبعا النهاردة احنا شفنا طلبة الكليات العسكرية وهم بيقدموا العروض في منتهى الانضباط ومنتهى الدقة، واستيعابهم لكل الأسلحة اللي موجودة واستيعابهم لكل الدروس. طبعا الوعي ده شيء مهم جدا اتكلم عليه سيادة الرئيس النهاردة، اتكلم وهو دايما بيتكلم على الوعي، وان المعركة اللي بتخوضها الدولة المصرية في الوقت الحالي اللي هي معركة الوعي دي اهم معركة بتخوضها الدولة. احنا شايفين الحروب التقليدية تم تغييرها بالكامل، وأصبحت دلوقتي في حروب من حروب الجيل الرابع والجيل الخامس كلها بتهدف إلى عدم الاستقرار داخل الدولة وبث الشائعات وبث العنف والتفرقة بين المواطنين بعضهم لبعض. طبعا النهاردة الشباب اللي اتخرج النهاردة ده اللي هو دول عندهم، أنا شايف أن دول عندهم أقصى درجات الوعي. ليه؟ لأنه هو من هو عنده 18 سنة قبل دخوله الكلية الحربية، وما ان هو بيسعى الى التقدم انه يقدم نفسه للكليه الحربيه او الكليات العسكريه المختلفه لحمايه الدوله المصريه. عندما يتقدم ايضا بيقسم من اول يوم على تقديم روحه ودمه فداء لهذا الدوله وحمايه مقدساتها وحمايه ارضها، فده اصبح على درجه كبيره من الوعي. وجود هذا الطالب بعد تخرجه من الكليات العسكريه مع في وسط اقرانه واصدقائه واهله والاسر المختلفه، هو ايضا بيبث الوعي بينهم وبيعرفهم بمخاطر المخاطر اللي بتتحدى الدولة في الوقت الحالي، وإنجازات الدولة من أجل حماية الأمن القومي وحماية الدولة. كل ده شيء مهم جدا، وسيادة الرئيس بيتحدث دائما عن الوعي، هي المعركة الأولى بالنسبة لنا الوعي وإعادة بناء الشخصية المصرية على أسس سليمة، من أهمها التعليم، أهمها الصحة، أهمها الثقافة. كل ده شيء في غاية الأهمية. مصر أصبحت في داخلين على الجمهورية الجديدة، الجمهورية الجديدة دي تتطلب مننا ان احنا نكون على درجة كبيرة من الوعي، على درجة كبيرة من مواجهة التحديات اللي بتواجهنا على كافة المستويات لحماية الدولة وحماية الأمن القومي للدولة. أشكرك أستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام.